نعمل حلقة جميلة. بعد كده هيكون عندنا الفشة والطحال واللسان والحاجات الجميلة ولحمة الراس اللي احنا اتعودنا عليها وعشنا عليها. طيب كده هنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا لحمة بتلو قطعها شرايح رفيعة كده، بقطع رفيع كده، بنزل بالتدريج واشوف ايه اللي هيستوي قبل التاني. مش هديها اي حاجة عشان ما تجيبش الجوز بتاعها. ادي زيت ذرة كريستال عايزه يشتغل يبقى حامي جدا 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 جدا. ادي اللحمة بتاعتي، نبدأ الكلاوي كده، بشيل الكفر اللي عليها يا عم عمر. نعم كده اهو، اهو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه كده. بنصلي على النبي. طيب نعم يا فندم. مين؟ ما انا بقول كده الناس صايمه. طيب كده هنا عايزها تحمر جدا اهي اهي، طيب كده عايز الطاسه التانيه تسخن قوي 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 عشان الخضار والطواجن. احسن حاجه هتعجبك قوي قوي قوي، امرني يا سعاده الباشا. كده دي عايزه تسخن قوي برضه، كل ما تسخن قوي كل ما تكون مصلحه عندي. كده ادي شويه الكلاوي اللي احنا سقطناهم في الخل عشان يطهرهم. كده اهم بشيل، ابدأ واحدة واحدة كده.
حبيبي يا سيدنا محمد. بلانشا بصل في حاجة في الصوت ولا ايه؟ ماشي يا فتاح علي مرزاي كريم على الصبح، يا فتاح علي مرزاي كريم على الصبح. حاضر يا فندم، حاضر. أنا آسف، أنا آسف يا سعادة الباشا. ما أنت لو صايم النهاردة كنتش اتكلمت. إذا كان رمون صايم يا أخي كده. هستأذن حضراتكم وآخد فاصل وأرجع لكم تاني. أول وقت المحطة وهتروح فيها. رجعنا تاني حضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف الجمال والحلاوة دي. نشفت اهي، اهم حاجة عندي عصير الليمون. كده بعد كده ادي طماطم مكعبات اهو. شويه ملح، ما خدتش لا ملح ولا فلفل. ادي الخليط بتاعي. كبد وكلاوي وتلو وقلوب اهو. شايفين الحلاوة دي؟ هنعملها ازاي مع حضراتكم دلوقتي. طيب كده هنا عند المزلكة خلاص، عند لحمة الراس، لسان بالطماطم، وعندي كرشة بالحمص. هنبدأ بالكرشة بالحمص، هنشوف